السلام عليكم يا أصدقائي، عاملين ايه؟ في حد بعت لي رسالة بتقول ان هي اتخطبت 8 مرات، فهي عايزة تعرف يعني هل السبب الاخير في الخطوبة التامنة سبب مقنع ان هي تسيبه ولا هو العيب منها؟ بروي لكم القصة واقول لكم عليها، وهي برضو ايه هتشوف التعليقات بدون ذكر اسماء. البنت مثقفة وجميلة ومن اسرة وطالبين مواصفات معينة، فالمهم في حد طلع مواصفاته كويسة، ولد شغال في امريكا، يعني سنه مقارب من سنها وشكله شيك ومحترم وكل حاجة، فنزل مصر، فالناس دلوه على البنت، قالوا لها ده ولد كويس وكده. فهي قعدت معاه، بتقول انا قعدت معاه يعني اول مرة كده حسيت ان انا لا انا مش عايزة اتخطب له، مش قبلها يعني. فاهلها قالوا لها لا ده ولد كويس وشيك وجنتل وشكله كويس وابن ناس وراجل شغال في امريكا، يعني راجل معاه فلوس ويقدر ان هو يسعدك وكلام زي كده. فقالوا لها اقعدي معاه مرة تانية وكده. فالمهم ركبت معاه العربية وراحوا عازمها على الغدا. فبعد كده هو كان في الطريق هيعمل حادثة، فهو بدأ ان هو ايه يحجز عليها بايده كده، يعني اللي هو خايف عليها. فهي فرحت، يعني بتقول انا فرحت ان هو خايف عليا وبيعمل بايده كده، فقلت يعني ده راجل شهم بقى وبتاعه، هو لحق يحبني، فلا انا كده خلاص انا هوافق عليه ده. فبتسأله انت يعني انت كل شوية تعمل ايدك كده ليه؟ انت بتحجزني ليه؟ يعني خايف عليا يعني ولا ايه؟ وانت كنت شغال ايه هناك في امريكا؟ فقال انا كنت شغال، يعني انا دلوقتي شغال بالمهنة بتاعتي اللي هو بالبكالوريوس بتاعي، انما انا في الاول فترة كبيرة كنت شغال توصيل طلبات بالبيتزا، يعني بالموتوسيكل كده يروح يوصل ايه، يوصل طلبات. فان هو معتاد يعني وهو ماشي في الطريق خايف على البيتزا، فبيعمل بيده كده حجز على البيتزا. فقالت له يعني انت كنت بتعمل كده عشان خايف يعني عليا، ولا دي عادة عندك ان انت بتعمل كده كنت خايف على البيتزا؟ فقال لها الاتنين، يعني انا خايف عليك وفي نفس الوقت انا متعود ان انا اعمل كده، ببقى خايف على الحاجة اللي معايا يعني. فقالت له لا انت بقى تروح تخاف على البيتزا وما تخافش عليا انا، وانا مش هتنفعني الخطوبة دي، وفسخت الخطوبة. فانا مش عارف يعني بصراحة الرد ايه، وانا محتاج منكم انتوا الرد بما يرضي الله. وهي هتشوف الايه، هتشوف التعليقات. اتمنى لها حياة سعيدة واتمنى لكم حياة اسعد. تحياتي.